تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أماني. إذن حالة الترقب واضحة لقرار الفيدرالي الأمريكي، لكن الحديث بقي عن 75 نقطة أساس، وهذه يعني هذه الاحتمالات ارتفعت ل 75 نقطة أساس وفقدت لل 100 نقطة أساس فيما يتعلق بأسعار الفائدة المتوقعة. كيف تساعد الأسواق حاليا تحديدا أسواق العملات؟ صباح الخير. طبعا عندما نتحدث عن يعني اهم الاحداث التي ننتظرها هذا الاسبوع هو قرار الفيدرالي الامريكي يوم الاربعاء المقبل، ويعني اغلب التوقعات الان تصب لصالح رفع الفيدرالي الامريكي الفائده بواقع 75 نقطه اساس للمره الثانيه على التوالي في محاوله للسيطره على معدلات التضخم، بالرغم من ارتفاعات التضخم لاعلى مستوياتها منذ ارباع يعني ثمانينات القرن الماضي، ولكن يعني بدات الأسواق تخفض توقعاتها أو بدأت هناك توقعات نوعا ما تقل حيال رفع الفائدة الأمريكية بواقع 100 نقطة أساس بالنسبة لأداة سي ام اي جروب. الآن يعني أغلب التوقعات تدعم رفع الفائدة ب 75 وليست 100 نقطة أساس. 100 نقطة أساس يعني تصب لصالح 21% فقط من التوقعات، وهذا الأمر يرجع بشكل أساسي إلى المخاوف الناجمة عن استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بتلك الوتيرة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي مع تصاعد مخاوف الركود الاقتصادي، وبالتالي فيعني بدات الاسواق تتاهب لرفع 75 نقطه اساس وليست 100 نقطه اساس على الرغم من ارتفاعات التضخم او على الرغم من فشل الفيدرالي الامريكي حتى وقتنا هذا في السيطره على معدلات التضخم. ايضا ليس فقط قرار الفيدرالي الامريكي، ولكن هناك بيانات مرتقبه ايضا في الولايات المتحده، سواء بيانات النمو الاقتصادي او سواء بيانات ثقه المستهلك غدا، والتي ايضا من المتوقع انه مع ارتفاعات الاسعار بتلك الوتيرة من المرجح أن تنخفض ثقة المستهلك أكثر لمستويات أقل، وهو ما يتسبب في يعني الضغط على نوعا ما الاقتصاد الأمريكي. أيضا نرتقب يوم الجمعة بيانات التضخم طبقا لمؤشر الانفاق الاستهلاكي، وهو مؤشر المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي. نعم أمان، يعني إذا ما اطلعنا أيضا على النتائج المركزي الأوروبي بعد رفع أسعار الفائدة ب 50 نقطة أساس، يعني رأينا ارتفاع طفيف لأسعار اليورو لكن ذهبت نحو الانخفاض، ألم تؤثر كثيرا على أسعار اليورو؟ ما هي التوقعات خلال الفترة المقبلة؟ يعني بالرغم من بداية أو بدء البنك المركزي الأوروبي في رفع الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2011 يعني بواقع 50 نقطة أساس، وهو كان طبعا أكثر من المتوقع، كان متوقع 25 نقطة فقط، وبالرغم من رفع الفائدة بأكثر من المتوقع إلا أن اليورو يعني فشل في الحفاظ على مكاسبه أو تسجيل مكاسب أكثر أمام الدولار الأمريكي، لأن طبعا وبالرغم من رفع الفائدة الأوروبية ب 50 نقطة أساس إلا أن هناك لا يزال اتساع فجوة واضح وقوي ما بين الفائده الامريكيه التي تواصل ارتفاعها والتي من المرجح ان تستقر اعلى مستويات 3.25% بحلول نهايه العام الجاري، والبنك المركزي الاوروبي الذي لا يزال يحاول يعني رفع الفائده ولكن طبعا بوتيره ابطا من وتيره التشديد النازي لدى الفيدرالي الامريكي. ايضا علينا الوضع بعين الاعتبار ان يعني نوعا ما الاقتصاد الامريكي متماسك، ويعني هناك تعافي وهناك يعني اشارات على نمو الاقتصاد الامريكي بالرغم من طبعا الاضرار السلبيه الناجمه عن ارتفاعات التضخم والنمو الاقتصادي، الا ان الوجه العام الاقتصاد الامريكي لا يزال مستمر في وتيره التعفيه. على الجانب الاخر الاقتصاد الاوروبي يعني يعاني من ضغوطات قويه، سواء استمرار الحرب ما بين روسيا واوكرانيا والتي تدور بالاقتصاد، نقص الامدادات الطاقه في اوروبا وتباطؤ اغلب القطاعات، بل ان هناك بيانات جاءت يوم الجمعه الماضيه اشارت الى انكماش بعض القطاعات في المانيا مثل القطاع التصنيعي وتباطؤ نمو تلك القطاعات في منطقة اليورو، وبالتالي يعني لا تزال هناك ضغوطات على الاقتصاد منطقة اليورو. لا يزال البنك المركزي الأوروبي يواجه رفع الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم التي وصلت لمستوياتها القياسية منذ نشأة المنطقة، وعلى الجانب الآخر استمرار تباطؤ الاقتصاد مما يدر باليورو على المدى المتوسط. نعم، يعني هذه المخاوف الموجودة في الأسواق أماني أثرت بشكل جيد نوعا ما على الملاذات الآمنة من العملات. إذا ما تحدثنا عن الين الياباني مع إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ارتفع تقريبا 2%، وأيضا الفرنك السويسري، هل نتوقع استمرار حالة الارتفاعات للملاذات الآمنة في ظل العديد من المعطيات التي تؤثر على الأسواق؟
يعني بالرغم من إبقاء بنك اليابان على الفائدة السلبية في اجتماعه الأسبوع الماضي يوم الخميس، ولكن يعني تلك التوقعات أو هذا الأمر يعني ساعد في نوعا ما عمليات جني أرباح للدولار الأمريكي تسبب في نوعا ما ارتفاع الين الياباني. ولكن الوضع بالنسبة لليابان مع استمرار الإغلاقات بسبب فيروس كورونا، استمرار مخاوف الانكماش الاقتصادي في اليابان، ويعني نوعا ما استمرار الفائدة السلبية تضر أيضا بالين الياباني. ولكن الين الياباني شهد بعض الارتفاع يعني مع مخاوف الركود والطلب على ملاذات الأمنة، سواء الين الياباني أو الفرنك السويسي كأنها عملات ملاذات أمنة. وفي نفس الوقت عمليات جني الأرباح التي سيطرت على الدولار الأمريكي بحلول نهاية الأسبوع، ولكن التباين الواضح في السياسات النقدية ما بين بنك اليابان المستمر في وتيرة يعني السياسة النقدية التوسعية والفدرالي الأمريكي الذي يسرع وتيرة التشديد النقدي خاصة، وإن يعني الآن بدأت الأسواق تستعد لرفع الفائدة الأمريكية، مما يتسبب في نهاية الأمر الدعم الدولار الأمريكي من جديدة مقابل الين الياباني. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.